المنتخب الوطني واش نقول لك انا كما قال لك عليه بالماضي ماهوش جديد. انا حاجه اللي نقول باللي ايجابيه في هذا الفريق الوطني خاصه هذه المباراه الاخيره اللي لعبوها ضد النيجر، نظن الجمهور الجزائري اكتشف بعض اللاعبين الجدد يعني في المستوى. نظن بعد اربع ولا خمس مباريات نظن يخرجوا بمستوى عالي، يعني مستوى عالمي، مثل بوعنادي، مثل شيبي، مثل ايت نوري اللي دار مباراه يعني في القمه. سمعت بن سبعيني يهضر يقول بان المدرب احسن ما فعل كي داروا يعني في وسط الدفاع، يعني نظن بان ايت نوري دار مباراه في المستوى، ومازال يتحسنوا مع بالماضي، وكاين لاعبين اخرين، ولكن المستقبل تاع الفريق الوطني راح يستمر وعنده مستقبل يعني جيد.